بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. ومع روحك أيضاً. أيها الإخوة والأبناء الأحباء، أحييكم التحية الفصحية، وأحيي بشكل خاص راهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر اللي بيحتفلوا اليوم بمناسبة مرور 100 سنة على وجودهم الرسمي في الأرض المقدسة، حيث عندهم 13 دير وأعمال خيرية وتربوية وصحية أيضاً متعددة. نشكر الله معهم لكل عمل الخير اللي عملوه خلال الفترة الماضية، سواء في الأردن أو في فلسطين أو في الجليل. بحيي باسمكم الرئيس العامة لهذه الرهبنة اللي موجودة اليوم بيننا، الأخت ماريا تيتا. بحيي الرئيسة الإقليمية، طبعاً بحيي جميع الكهنة والشمامسة اللي بيشاركوا في هذه الذبيحة. والآن لنندم على خطايانا فنكون أهلاً للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. نسيت أحيي كمان القنصل الإيطالي اللي موجود اليوم بيننا، السفير الإيطالي اللي موجود اليوم بيننا، بنفنوتو. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Yeah.
لنصلي. اللهم انظر بعين العطف إلى صلاتنا، نحن الذين نؤمن بأن مخلص الجنس البشري جالس عن يمينك في المجد والجلال، واجعلنا نشعر بأنه يحيا بيننا كل الأيام كما وعد إلى انقضاء العالم، هو الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى، قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام حدق اسطفانوس إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله، فقال: ها إني أرى السماوات منفتحة وابن الإنسان قائماً عن يمين الله. فصاحوا صياحاً شديداً وسدوا آذانهم وهجموا عليه هجمة رجل واحد، فدفعوه إلى خارج المدينة وأخذوا يرجمونه. أما الشهود فخلعوا ثيابهم عند قدمي شاب يدعى شاول، ورجموا اسطفانوس وهو يدعو فيقول: ربي يسوع تقبل روحي. ثم جثى وصاح بأعلى صوته: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة. وما أن قال هذا حتى رقت. كلام الرب. ملكت على الأرض كلها أيها العلي، ملك الرب فلتبتهج الأرض ولتفرح الجسر الكثيرة، العدل والإنصاف قوام عرشه. وقد أعلنت السماوات عدله وشاهدت كل الشعوب جلاله، أما كل الملائكة فلتركعوا له سجداً. إنك أنت يا رب علي فوق الأرض طراً، متعال فوق جميع الآلهة. القراءة الثانية، قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول. سمعت أنا يوحنا صوتاً يقول لي: ها أنا ذا آت على عجل، ومعي الجزاء الذي أجزي به كل واحد بعمله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداية والنهاية. طوبى للذين يغسلون حللهم لينالوا السلطان على شجرة الحياة ويدخلوا المدينة من الأبواب. أنا يسوع أرسلت ملاكي ليشهد عندكم بهذه الأمور في شأن الكنائس. أنا فرعون من ذرية داود والكوكب الزاهر في الصباح. يقول الروح والعروس: تعالى. من سمع فليقل: تعالى. ومن كان عطشان فليأتي، ومن كانت له الرغبة فليستقي ماء الحياة مجاناً. يقول الذي يشهد بهذه الأمور: أجل، إني آت على عجل. آمين. تعالى أيها الرب يسوع. كلام الرب. هللويا هللويا
بل أرجع إليكم فيفرح قلبكم. رفع يسوع عينيه نحو السماء وصلى قائلا: لا أدعو لهم وحدهم، بل أدعو أيضا للذين يؤمنون بي عن كلام. فليكونوا بأجمعهم واحداً، كما أنك في يا أبتي وأنا فيك، فليكونوا هم أيضاً فينا، ليؤمن العالم بأنك أنت لهم ما وهبت لي من المجد، ليكونوا واحدا كما نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا، ليبلغوا كمال الوحدة، ويعرف العالم أنك أنت أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني. يا أبتي، إن الذين وهبتهم لي أريد أن يكونوا معي حيث أكون، فيعاينوا ما وهبت لي من المجد، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يا أبت العادل، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك، وعرف هؤلاء أنك أنت أرسلتني. عرفتهم باسمك وسأعرفهم به، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني إياها، وأكون أنا.
الإخوة الكهنة، الأخوات الراهبات، أيها الإخوة والأبناء الأحباء، بينما يحتفل العالم الكاثوليكي بعيد العنصرة اليوم، نحن ما زلنا في الأسبوع السابع للفصح، والأحد القادم هو عيد العنصرة بالنسبة لنا نحن المؤمنين اللي منعيش في الأردن. إذن نحن الآن بين عيد الصعود وعيد العنصرة القادم، وهي فترة انتظار وتوقع، هي فترة انتظار خلالها استعد الرسل لمجيء الروح القدس الذي وعدهم يسوع بقدومه وأوفى وعده. إذن استعد الرسل لمجيء الروح القدس وهم مجتمعون معاً ومع مريم العذراء أمنا في علية صهيون، وبعد أن حل عليهم الروح حولهم وقواهم، فخرجوا يعلنون الخبر الصار بدون خوف أو وجل، وهم ممتلئون بمواهب الروح القدس. ونحن أيضاً نعيش فترة انتظار وتوقع، لأننا نؤمن بأنه في كل عيد عنصرة، في كل عيد عنصرة يجدد الروح القدس فعلاً حلوله علينا ومواهبه فينا على قدر انتظارنا له. فبقدر ما ننتظر قدومه ونشتاق إليه، هو يغمرنا بالنعم والبركة. وفي لتورجية اليوم قرأنا جزءاً من الفصل 17 من إنجيل يوحنا، الصلاة يسوع الكهنوتية، وهي كأنها خطاب وداع لمن يودع هذه الحياة. يسوع على وشك أن يموت، وفي صلاته الكهنوتية يصلي من أجلنا، من أجل الذين سيؤمنون بكلام وتعليم الرسل. وماذا يطلب في صلاته؟ يطلب أعز ما عنده. وما هو أعز ما عند يسوع في تلك الفترة؟ أعز ما عنده هو وحدة تلاميذه. هو يصلي من أجل الوحدة ويتحدث عنها عدة مرات، يعني كلمة واحد وحدة تتكرر 5 مرات في مقطع صغير، دلالة على أهمية هذا الموضوع. ليكونوا بأجمعهم واحداً، يقول يسوع، ليبلغوا كمال الوحدة. إن وحدة المؤمنين هي الشكل الأول للبشارة، وهي ما تجعل البشارة صادقة ومصدقة. كما أنك في يا أبتي وأنا فيك، ليكونوا واحداً كما نحن واحد. فالوحدة بين المؤمنين هي علامة ورمز للوحدة بين يسوع والآب. وتصر بشارة يوحنا، يصر الإنجيل يوحنا على العلاقة الحميمة التي تربط الآب والابن، التي تربط بين الآب ويسوع. وهذه العلاقة المحبة هي الخيط الناظم لإنجيل يوحنا كله، منذ بدايته حتى نهايته. يسوع يصلي إلى الآب ويعبر عن هذه الوحدة التي تجمع بينه وبين أبيه السماوي. إخوتي وأخواتي، الوحدة الاجتماعية بيننا داخل نفس الأسرة، داخل نفس الرعية، داخل نفس العائلة، هي نتيجة الوحدة بيننا وبين الله. فكلما اقتربنا من الله
في الصلاة، كلما اقتربنا من الله في سماع كلمته، كلما اقتربنا من الله في حفظ وصاياه، كلما اقتربنا من الإخوة، والعكس صحيح، كلما ابتعدنا عن الله كلما زاد الجفاء والتجافي بيننا وبين من نعيش معه. إجمالاً، حوادث الفشل في الزواج، حوادث الفشل الزوجي تتم في العائلات التي تضعف فيها الممارسة الدينية والصلاة العائلية. تلك خبرة لا نستطيع أن ننكرها. فالعائلة التي تصلي معاً يوم الأحد، العائلة التي تحافظ على صلاة عائلية، هي عائلة مصونة ومحمية من تجارب الانقسام والفرقة. ولا يمكن أن تكون هذه الوحدة مجرد ثمرة جهد بشري، فمهما حاولنا أن نقترب من الآخرين وأن نعيش الوحدة فليست ثمرة جهدنا البشري وحده. نحن بحاجة إلى قوة من العلا، لهذا وعد يسوع بإرسال الروح المعزي الذي سيقيم فينا وسيبقى معنا إلى الأبد. الروح القدس الذي يسكب في قلوبنا بالعماد، بالميرون، وفي كل مناسبة نحتفل بها بالعنصرة مثلاً، إن الروح القدس يجعلنا نختبر حب الله بشكل ملموس. هذا الروح يقيم فينا وهو جزء منا، وتسميه الليتورجية هو ضيف نفسنا الأنيس، إنه فينا ونحن الهيكل الذي هو يسكن فيه. وعندما يسكب الروح في قلوبنا سنختبر ما قاله يسوع في هذا المقطع من صلاته إلى الآب: في ذلك اليوم تعرفوني أني في أبي وأنكم في وأني فيكم. يسألنا الكثيرون عن الثالوث الأقدس كما لو كان نظرية فيزيائية بحاجة إلى برهان. كلا، الثالوث الأقدس ليس نظرية ولا يبرهن عليه بالعقل، هو فوق العقل وليس ضد العقل. الثالوث الأقدس هو يسكن فينا ويطلب أن نختبر، أن نخوض خبرة حضوره فينا. الله واحد بدون تأكيد، لكنه ليس وحيداً. وإن كان الله محبة فهو شركة محبة بين ثلاثة أقانيم متحدة فيما بينها في وحدة الطبيعة. ولا يوجد في الكون كله أقوى من الوحدة التي داخل هذا الثالوث وهذه الأقانيم الثلاثة. فالله الآب هو المحب، والابن هو المحبوب، والروح القدس هو الرابط الذي يجمع بين الاثنين. وأجمل ما في ذلك أن هذا الثالوث يسكن فينا. إن أحبني أحد حفظ كلامي، وأحبه أبي، وإليه نأتي، نأتي بالجمع، وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا. إخوتي وأخواتي، هذا الكلام ليس مجرد كلاماً نظرياً. القديسون عاشوا هذه العلاقة بينهم وبين الله، وكلما اقتربوا من الله في صلاتهم كلما اقتربوا من قريبهم، وكلما أحبوا الله كلما زادت محبتهم للقريب. ولدينا مثالان ننهي بهما هذه العظة. المثال الأول يأتي من القراءة الأولى من سفر أعمال الرسل. استفانوس أول الشهداء، استفانوس الشماس، يرجم بسبب إيمانه وتعليمه، يرجم، يقتل. وبينما هو يحتضر إذ به يصلي: يا أبتي لا تحسب عليهم ذلك خطيئة.
تصوروا هذه القوة التي في داخله، التي لا يمكن إلا أن تأتي من الروح القدس. بسبب حبه لله لا يستطيع استيفانوس أن يحقد على قاتليه، بل يصلي من أجلهم، ويصلي كي لا يحسب الله تلك خطيئة عليهم. وثمرة صلاته حدث ما لم يكن متوقعاً. شاول الذي كان واقفاً على مقتله وربما كان السبب في موته، بعد أسابيع اهتدى على طريق دمشق. نعم، صلاة الشهيد دائماً هي مثمرة. أما المثال الآخر فنستمده من حياة مؤسسة راهبات الفرنسيسكانيات. أسست هذه الرهبنة في مصر في نهاية القرن 19، تسمى الأم كاترينا. كانت قوتها في صلاتها، كانت تستمد قوتها من اتحادها بالله، كانت صلاتها هي الرافعة، الرافعة لكل محبتها، فجعلتها تحب كل الناس خصوصاً الفقراء وراء البحار كما كانت تقول. جعلها تذهب إلى مصر بدعوة من السفير البابوي لتهتم هناك بالطلاب أو الصغار الفقراء والعبيد الذين كانوا مضطهدين، فكانت تفتديهم بالمال لكي يعودوا إلى الحرية، وكانت تعلمهم وتعتني بهم هي وراهباتها. ما الذي جعلها تترك بلدها لتذهب إلى مناطق بعيدة لتهتم بأفقر الفقراء؟ لا يفسر ذلك إلا لأنها كانت تحب الله بكل قلبها وكل قوتها. إخوتي وأخواتي، عظماؤنا هم القديسون، والقديسون أصبحوا كذلك بقوة الروح القدس الذي حل عليهم وحولهم. أدعوكم جميعاً إلى أن تستعدوا لعيد العنصرة، فكلما زاد شوقنا وكلما زاد وقوي استعدادنا وانتظارنا، كلما امتلأنا أكثر من هذا الروح الذي سيفيض فينا من جديد مواهبه السبعة، سيفيض فينا من جديد الحكمة والفهم والمشورة والعلم والقوة والتقوى ومخافة الله، وسيثمر فينا ثمار الفرح والمحبة والسلام، وخصوصاً الوحدة التي تكلم عنها يسوع في صلاته الكهنوتية. هذه الوحدة التي أتمناها لكم جميعاً، أتمناها لعائلاتنا، لمجتمعنا. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس الغنطي، وتألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليقين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له المجد، الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في دار الآسي. آمين. لما كان لنا أيها الإخوة الأحباء حبر عظيم اجتاز السماوات، وهو حي يشفع لنا في كل حين، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة
رافعين دعاءنا إلى الله الآب القدير. كم هو صالح للرب لنجعل اتكالنا عليه، هو الأمين في مواعده، لتكن تقدمتنا لأنفسنا له تقدمة متواصلة، من أجل أن يجعلنا الرب شركاء الرسل في عنصرتهم ورسالتهم إلى الرب نطلب. استجب يا رب. النفوس هي أفراحنا الوحيدة التي نتذوقها، والتي من أجلها كل حرمان وتضحية لا شيء، من أجل أن يكون جوابنا الفوري على عنصرة المسيح أن نشهد مدى الحياة للمسيح وكلمته، ونحن أشداء بعنصرته إلى رب نطلب. إن محبة القريب الصميمية تحمل على نسيان المرء لنفسه والتفكير في حاجة الآخر، من أجل أن نشرك الآخرين بكل وسيلة فيما أتانا الرب من نعمة ونور. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أن يبارك الرب في هذا اليوبيل المئوي جميع الحاضرين معنا ليشاركونا في صلاتنا وشكرنا، وخاصة قدس الآب أنطوان. أفض فيهم يا رب نورك ليكونوا شهادا لك محققين مشيئتك القدوسة على الدوام. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أن يفيض الرب نعمته على سيادة المطران ويليام الشوملي، ويمنحه القوة للاستمرار في قيادة النفوس إليه ونشر كلمته. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لا ملجأ لنا إلا العذراء، فلنضع كل شيء بين يدي أمنا، من أجل أن تتكرم أمنا العذراء مريم أم البشرية جمعاء، التي رعت عائلتنا منذ تأسيسها بشفاعتها وحنانها، أن تبارك هذا اليوبيل المئوي بلمسة الأم التي تفرح لفرح أبنائها وبناتها. إلى الرب نطلب. يا رب استعملني لسلامك، من أجل رهبنة الإخوة الأصاغر نشكرك يا رب على جميع الإخوة الفرنسيسكان الذين منذ عام 1885 علمنا سوياً بروح القديس فرنسيس الأسيزي في التواضع والبساطة، لنظل في الكنيسة أداة لإعلان بشرة الإنجيل. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا رب أعطنا نفوساً، ها هي المكافأة الوحيدة التي نبتغيها من أتعابنا وألامنا، من أجل مؤسساتنا الرهبانية، الرهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر، اللواتي بطوق وحماس، أمنا الطوباوية كاترينا، نواصل رسالتنا بإرادة قوية تعكس محبة ورحمة عريسنا المصلوب لخلاص النفوس. من الرب نطلب. يا رب أرسل عملا إلى حقلك. يا رب نصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية، نسألك يا رب أن تمنحنا دعوات صالحة تكون كالراعي الصالح الذي لا يهمل أحد خرافه. نصلي من أجل الذين يشعرون بدعوتهم في قلوبهم لكن لا يجرؤون على سماع صوتك بقوة، ساعدهم يا رب ليبعدوا كل شك واضطراب ويقتربوا منك واثقين. أفض يا رب بشفاعة الأم كاترينا
على مؤسستنا الرهبانية بدعوات تواصل رسالتها وفقاً لروحانية أمنا الطوباوية كاترينا تروياني لخلاص الشعوب ما وراء البحار. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي لأجل الأخوات، أخوات الفرنسيسكانيات، نطلب منك يا رب إنه تمنحهم القوة والشجاعة لنشر الإنجيل بحياتهم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. والآن لنرفع العيون إلى الأم البتول ونقول السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت للنساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أصغي إلى صوت شعبك يا رب واستجب أدعية عبادك، فتفرح قلوبنا ويكون فرحنا تاماً بالمسيح ربنا. آمين. لطفاً جلوس. أنت رمز لفضائلنا يا كاترينا، أنت حصن لطهارتنا يا كاترينا.
فدأتينا يا أم يا كترينا. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. تقبل اللهم دعاء المؤمنين وقرابينهم وبحق شعائر عبادتنا وتقوانا هذه، امنحنا أن نصير يوما إلى المجد السماوي بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومعك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعد. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه ظهر لجميع تلاميذه علانية بعد قيامته ورفع أمامهم إلى السماء ليشركنا في لاهوته، لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد هاتفين. إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص،
ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتصرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ومدبرنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام والراهبات الحاضر معنا في هذا الاحتفال والشمامسة والكهنة والشعب المسيحي المؤمن. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع الموتى المؤمنين، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مرحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومار شربل والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا وفي بلادنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم جميعاً. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح.
هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرح نفسي. يا جسم الله السامي، صفحة 334 334. هبني، صفحة 388 388. Thank you.
الخير للجميع. سيادة المطران ويليام الشوملي، ألف شكر لمجيئك معنا لترأسك لهذه الذبيحة الإلهية. حيوا معي بكف حامي جميع راهبات الفرنسيسكان. نشكر وجود سيادة السفير الإيطالي سيد فابيو والمدبر الرسولي للي سلام. بشكر جميع الكهنة والراهبات والرهبان والمؤمنين اللي شاركونا في هذا الاحتفال المهم. رحب برئيسة الراهبات أكيد، وبودي أن أشكر أبونا دوت أورج ونور سات اللي بيواكبونا دائماً باحتفالاتنا الكنسية. قيام. لنصلي. استجب لنا يا إله خلاصنا، وبحق هذه الأسرار المقدسة آتنا اليقين من أنه سيتم في جسد الكنيسة كله ما سبق وتم في رأسها، المسيح الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومعنا ليكن اسم الرب مباركاً من الأبد إلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بارككم الله القادر على كل شيء، الأب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا. الشكر لله. هللويا هللويا.